السؤال: أهالي القرية، قرية عبد الخالق، كيف كانوا يجيبوا الماء؟ عبر أي طريقة؟ كانوا يجيبوا بالدبيب بالماء. أيوة. على ما بالوسائل القديمة. أيوة، على إيش؟ يعني كذا؟ على الحناء. على إيش؟ أنا قادر أشير لك على رأسي. إيش؟ على رؤوسهم صح؟ أيوة. أيوة على رؤوسهم. والدواب الحمير أيضاً، أكرمك الله. أيوة طيب. والحمير. تمام. طيب. مبروك لك 50,000 ريال من صنعاء وفاء صالح. مبروك لوفاء.